تنبه صالح إلى أن موعد استحقاق القسط الشهري لبطاقته الائتمانية يحل بعد منتصف الشهر بأيام، وعادة لا يتوفر في حساب صالح ما يكفي لسداد القسط، فهو بانتظار الراتب، وهذا يعني تأخر صالح في السداد وتحمله رسوم التأخر في السداد أيضاً، وربما تسجيل هذا التأخر في سجل صالح الائتماني. لتفادي الورطة قبل وقوعها، اتصل صالح بخدمة العملاء في بنكه وطلب تحديد موعد سداد البطاقة في 30 من الشهر بعد استلام راتبه بيومين لتفادي أي تعثر محتمل في السداد. كما طلب صالح رفع حد السداد من 30% إلى 50% من المستحقات لتلافي زيادة الفوائد.